تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حصول غلبہ و قوت اور رزق میں کشادگی کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورة آل عمران آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27. کاموں میں آسانی اور اللہ پر توکل کی دعا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة التوبة آيات نمبر 139. والدين کے لئے رحمت کی دعا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء آيات نمبر 124. آغاز و انجام کے خیر ہونے اور نصرت الہی کی دعا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ الاسراء آیت نمبر 80. علمی ترقی کی دعا. رب زدنی علما. سورہ طہ آیت نمبر 114. حق فیصلہ طلب کرنے کی دعا. رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سورہ الانبیاء آیت نمبر 112. عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا. رب اما ترینی ما یوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. سورة المؤمنون آیت نمبر 94. برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. سورة المؤمنون آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98.